صوت تدفق المياه عاد ليسمع في مزرعة أبو إبراهيم. قبل أشهر كانت هذه الأرض مهددة بالموت عطشا، فما عادت الزراعة تجني أرباحا كما السابق نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الأولية وعلى رأسها المحروقات. لكن أبو إبراهيم وجد في الطاقة البديلة حلا لمشكلته. أخي والله زرع الومالي مركب طاقة شمسية كان يبس كل المحصول، البندورة الخيار باذنجان كان كله يبس. الطاقة الشمسية أو ما تعرف بالطاقة البديلة، وعلى الرغم من تكلفتها الباهظة أعادت الأمل للمزارعين بإحياء أرضهم بعدما يأسوا من الحلول البديلة والمؤقتة والمكلفة جدا في كثير من الأحيان. تأمين مبلغ كبير من المال للحصول على طاقة كهربائية تكفي لتشغيل مضخات المياه ليس العائق الوحيد الذي يواجه المزارعين، فالحصول على ألواح شمسية ذات كفاءة عالية في بلد ما زال يعاني من ويلات الحرب يعد إنجازا هو الآخر. هنا يتم تصنيع الهياكل الحديدية لحمل الألواح الشمسية تحضيرا لجمعها فيما بعد. يشرف على العمل مهندسون وفنيون سوريون، ويتطلب العمل خبرة وجهدا مضاعفا، فالتحديات كبيرة والمعدات المستخدمة في التصنيع بسيطة جدا. الحمد لله بعد دراسات هندسية وبإمكانيات محدودة جدا استطعنا تقديم عدة مشاريع بكفاءة عالية جدا للمزارعين وبتكاليف بسيطة مقارنة بتكاليف الديزل والكهرباء التي أثقلت كاهل المزارع. بعد سنوات طويلة عاشها المزارعون مع انقطاع شبه تام للكهرباء وارتفاع دائم لأسعار الوقود، وجد معظمهم في الطاقة الشمسية الحل الأمثل لتحيا أرضه من جديد. قحطان مصطفى، العربي، سوريا.